اهلا بكم مرة تانية في كايرو دار مع استكمال لخواص التمسكية للمعدن اللي بيها نقدر نتعرف على طبيعة المعدن. عرفنا الصلادة وفهمنا ان الصلادة من الخواص التمسكية المهمة جدا، واهمية الصلادة بتقدر تحدد لي اذا كان المعدن ده مقلد من الاحجار الكريمة ولا حقيقي. لو انا قست الصلادة حسب مقياس موس ولقيتها اكتر من 7.5. نكمل مع بعض باقي اجزاء الخواص التمسكية اللي هي عندي مثلا خاصية الانفصام. الانفصام يعني انا عندي معدن، احنا اتفقنا المعدن يتكون مجموعة من البلورات بتترص وتترتب في ترتيب معين هندسي بيعكس في النهاية الشكل الخارجي للبلور. يبقى المعدن لما باجي بضغط عليه نتيجة الضغط بأي عامل من العوامل الفيزيائية الخارجية، لو عنده القدرة انه يتشقق لأسطح ملساء مستوية في المناطق ضعيفة الترابط. يعني ايه المناطق ضعيفة الترابط؟ لو مسكت كشكول مثلا ممسوك من حتة اللي هي ناحية الدبابيس والحتة التانية سايبة، لو ضغطت على الكشكول هيتفكك منين؟ من الحتة اللي هي السائبة، هذه اسمها ضعيفة الترابط. يبقى المعدن لما يجي يتفكك الى مستويات او اسطح مستوية، الاسطح دي ملساء عند المناطق ضعيفة الترابط، يبقى هنا حصل له انفصام. طب يا ترى هل كل المعادن لها انفصام واحد؟ لا طبعا، من معادن مختلفة. لما بضغط على المعدن يا اما بينفصم في مستوى واحد يعني اتجاه واحد زي معدن الميكا او المايكا، اللي بيبدأ يتشقق واخد شكل الصفائح اللي هي الطبقات صفائحية فوق بعض، يبقى هنا في اتجاه واحد. في اتجاه تاني برضو اتجاه واحد زي معدن الجرافيت، الجرافيت الاقي المنفصام بتاعه بياخد شكل القاعدي. طيب ده لو كان في اتجاه واحد، لكن انفصام في اكتر من مستوى زي مثلا معدن الهالايت. معدن الهالايت انفصامه بياخد اللي هو الشكل المكعب، ومعدن تاني اللي هو الكالسايت بياخد شكل المعين. ليه بياخد الاشكال دي؟ لان عند الضغط عليه بيديني انفصام في عدة مستويات او عدة اتجاهات. الخاصية اللي بعد كده اللي هي خاصية المكسر. مكسر يعني معدن بيتكسر في اي منطقة غير المنطقة ضعيفة الترابط. لو خدنا مثال لوح ازاز وحدفنا عليه طوبة او زلطة، هيتكسر، بس هيتكسر فين؟ في كل الحتت، يعني مش الحتة اللي اتضربت بس اللي هي الضعيفة، لا ده في كل الازاز هلاقيت شرشخ وتكسر. يبقى هنا المكسر، المعادن مكسرها ممكن مسنن، ممكن مستوي، ممكن خشن. في معدن مكسره بيظهر زي شكل المحار او الصدفة اللي هو معدن الكوارتز. اخلي بالي ان الكوارتز هنا مميز بحاجتين، لما يضغط عليه ويحصل له عملية انفصام لا يظهر فيه الانفصام. يبقى لما يجي يسألني يقول لي اكتب المصطلح العلمي معدن لا يظهر فيه خاصية الانفصام ومكسره محاري، على طول معدن الكوارتز. يبقى عرفنا الصلادة، الانفصام، المكسر، اخر خاصية اللي هي خاصية القابلية للطرق والسحب. بالتالي لو سألنا نفسنا ازاي الذهب بيتشكل، ازاي الفضة، ازاي النحاس، ازاي الحديد بيتشكل بالشكل اللي احنا عايزينه، هلاقي الاجابة سهلة جدا. المعدن ده ليه القدرة لما يدخل في النار ينصهر، يبقى سهل جدا يتشكل ويتسحب لأسلاك وأشكال. يبقى بعض المعادن لها قابلية الطرق والسحب والتشكيل زي ما احنا عايزين، ومعادن تانية مجرد ما نخبط عليها تبدأ تتفتت، يبقى ليس لها القدرة على القابلية للطرق والسحب. نقدر نقول بالخواص دي نقدر بسهولة جدا نتعرف على المعدن، لكن افرض ما عرفناش المعدن من خلال الخواص دي، في خواص مساعدة، خواص تانية زي مثلا المغناطيسية. هجيب المعدن واقربه ناحية المغناطيس، لو انجذب يبقى انا عارف خواص المغناطيس بتجذب الحديد. بعمل عملية حاجة اسمها الوزن النوعي، بوزنه وبنسبه لمعدن ثابت في وزنه، يبقى الوزن النوعي اذا كان تقيل او خفيف.
الطعم. بس خلي بالكم الطعم ما تاكلش المعدن، يدوب لمسة، لان بعض المعادن ممكن تبقى سامة اذا كان الطعم مر او حادق او غيره. الملمس بتاعه، الريحة، الحاجات دي كلها بسهولة جدا نقدر نتعرف بيها على المعدن. لكن اهم خاصية في التعرف على المعدن او من ضمن الخواص الهامة في التعرف على المعدن هي خاصية المخدش. ليه؟ لان بيديني اللون المسحوب بتاع المعدن. والصلادة، لو خدنا بالنا الصلادة نلاقي دايما تجار الذهب والساغة اللي بيتعاملوا مع الماس والألماز لازم يكون موجود عندهم أقلام الصلادة علشان يقدروا يتعاملوا مع الأحجار الكريمة إذا كانت مقلدة أو مزيفة. المعدن وهو موجود في القشرة الأرضية بنلاقي إن ليه مميزات وليه خصائص. سهل جدا من خلال الخصائص دي أقدر أعرف المعدن، لكن لو أنا مش دارس الخواص التماسكية ولا الخواص البصرية للمعدن هعرف إزاي طبيعة المعدن؟ مجموعة من الأسئلة مهمة جدا إن احنا نكون عارفينها استرجاعا لجزئية المعادن. يعني مثلا لو قلنا ليه اللون خاصية غير هامة بينما المخدش خاصية هامة؟ هل اللون بيتغير لكن المخدش لا يتغير حتى لو كان المعدن من الألوان المتغيرة. يجي يسألني مثلا عن الصلادة، هل كل المعادن ذات صلادة واحدة؟ طبعا لا، ان في معادن صلادتها ضعيفة. نخلي بالنا من ترتيب حاجتين مهمين هنقولهم. رتب عناصر المعادن او العناصر اللي تدخل في تركيب المعدن ترتيبا تنازليا. تنازليا يعني لما اجي ارتب العناصر اللي احنا قلنا عليهم 8 عناصر، تنازل يعني من الكبير للصغير. هبدأ بالأكسجين وبعدين السيليكون، ده أقل من الأكسجين، الألمونيوم، بعد كده الحديد، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم. طيب بالنسبة للترتيب، رتب صلادة المعادن ترتيبا تصاعديا. دي الأسئلة المهمة جدا، خلي بالكم مين اللي رتب لنا صلادة المعادن؟ العالم موهس. لما جه يرتب المعادن حسب الترتيب بتاعه من تحت لفوق، يعني من الصغير للكبير، نسترجعهم مع بعض. اذا كنتوا حفظتوه معايا، تلك ده صلادته كام؟ 1. جبس صلادته 2. كالسايت صلادته 3. فلورايت صلادته 4. طيب لو الفلورايت خدش الجبس مين اللي هيتاثر؟ لازم اكون عارف ان الفلورايت هيخدش الجبس، لان الفلورايد صلادته 4 والجبس صلادته 2. الكالسايت والتلك، ايه رايكم لما الكالسايت والتلك يخدشوا بعض؟ هل ان الكالسايت اثر في التلك؟ الاكسوكليز صلادته 6، الكوارتز صلادته 7. يبقى لو تم خدش الارسوكليز بالكوارتز هل ان الكوارتز هو اللي يخدش لان صلادته 7 بينما الارسوكليز 6. التوباز والكوراندوم، التوباز 8 والكوراندوم 9. ما بين الكوراندوم والماس درجة الصلادة قوية جدا. ليه؟ لان هنا زادت درجة الصلادة، عشان كده الماس رقم 10 ده بيستخدم في تقطيع وتلميع جميع المعادن لان صلادته اعلى المعادن صلادة. كده نكون خلصنا من الباب الثالث بكل ما فيه معادن صخور قشرة أرضية، واتكلمنا عن ازاي اقدر اتعرف على المعدن من خلال الخواص الفيزيائية سواء كانت خواص بصرية او تماسكية. اشكركم ونتقابل الجزء الجاي.